خلينا نروح لصديقنا العزيز وزميلنا العزيز الأستاذ عيسى الجوكم، مدير تحرير صحيفة اليوم السعودية، ونهنئه على هذا الأداء الرائع الحقيقة للمنتخب السعودي، ونهنئ كل المسؤولين طبعا. أستاذ عيسى، ازي حضرتك يا فندم؟ وأولا بنهنئك على هذا الأداء الرائع للمنتخب السعودي، أكثر المتفائلين كان امبارح حتى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شفت له فيديو قبل المباراة، أعتقد أن الفيديو ده شال كل الضغط من على اللاعبين السعوديين، لأنه سمو الأمير وهو بيتكلم قال لهم إحنا عارفين إن إحنا يعني مش هنكسب، وعارفين إن إحنا مش هنتعادل، لكن إن شاء الله تعملوا كل حاجة وتعملوا مباراة جيدة جدا. ففي النهاية أعتقد إن هذا الفيديو عمل حماس كبير جدا للاعبين وشال كل الضغط من على اللاعبين. استاذ عيسى، مساء الخير كابتن، تحيه لكل الضيوف وايضا لقناه النادي الاهلي العزيزه. انا خليني اقول لك انه اتحدث لك من سوق واقف في العاصمه القطريه الدوحه. نعم. الان الجماهير السعوديه تحتفل بكثافه بالالاف. خلينا الخص لك الموضوع كابتن وبعجاله. اعتقد انه كان المنتخب السعودي واقع تحت ضغط كبير جدا جماهيري واعلامي، وانت حقيقي. تعرف كابتن، هم من يعرفون الكره السعوديه جيدا والجماهير السعوديه، ويعرف الاعلام السعودي صحيح بشكل خاص جدا. في المعسكر الاخير كان هناك عمليه ضغط كبير جدا، كان هناك حاله من التدمر وحاله من التشاؤم. الكلمات التي اشرت لها لسمو سيدي ولي العهد كانت للقاء ما بين سمو ولي العهد و الجهازين الفني والاداري والاتحاد السعودي وايضا للاعبين. اعتقد قال الكلمات التاريخيه اللي اعتبرها انا اليوم، واليوم كل وكالات الانباء العالميه اشارت الى هذه الكلمات برفع الضغط عن اللاعبين. العبوا واستمتعوا، ليس مطلوب منكم ان تفوزوا، المجموعه كانت صعبه، مجموعتكم صعبه، الارجنتين وبولندا والمكسيك، وليس هناك مطالب لا بالفوز ولا بالتعادل. ولكن هو كقائد ملهم، خلينا اقول لك فيها ايضا الصور اليوم، الفيديو اللي طلع وهو يتابع المباراه السعوديه مع الارجنتين في الدقائق الاخيره، وهي من الصور النادره حقيقه الى سموه، سجد لله بعد الفوز مباشره، اي انه كان يمهد لرفع الضغط، ولكن كان لديه ثقه في لاعبي المنتخب السعودي، وتحقق ما تحقق، وهو انا اعتقد انه فوز تاريخي بوجود ميسي، بوجود منتخب الارجنتين بهذه النسخه تحديدا المرشح لنيل اللقب. كل شيء رائع في الكره السعوديه اعتقد بعد هذا الفوز، وهو حقيقه انصاف لمجموعه من اللاعبين العالم العربي يعرفهم، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد كنو، محمد العويس. اعتقد انصاف ايضا لهؤلاء النجوم الذين حققوا مع انديتهم بطوله قاره اسيا، وانا اليوم يترجمون ذلك عبر المنتخب. نقول مبروك لكل العرب، ونتمنى حقيقه لكل المنتخبات العربيه يا رب ان شاء الله. بس بقول لك ايه يا استاذ عيسى، احنا عندنا العربية. مشكله كبيره جدا دلوقتي. نعم. احنا يعني كمشجعين للمنتخب السعودي حاليا، السقف عندنا ارتفع جدا جدا جدا، عندنا سقف طموحنا يعني كلنا كعرب ارتفع كثيرا جدا خلال الفترة القادمة، فلما تعمل كده في الأرجنتين فأعتقد إن اللي جاي أصعب بكتير جدا. صحيح، لأن المنتخب البولندي الآن بياخذ حذره منك، المنتخب طبعا المكسيكي، لديك أيضا للأسف يعني اصابتين مؤثرتين. نعم، طمنا عليهم الاول يا استاذ عيسى. كثيرين على الفريق. والله الحمد لله الان هم بخير، ولكن في كل الاحوال لن يشارك في المباريات القادمه، او يعني مشوارهم في المونديال هذا انتهى، وانت تعرف سلمان الفرج قائد فريق، وياسر الشهراني كلاعب مؤثر على الخارطه، ولكن نتمنى حقيقه ان يكون البديل في مستوى الطموح ان شاء الله، في مستوى التطلعات، ويفاجئنا الكل حقيقه في امام بولندا كما فاجأونا امام الارجنتين. ربنا يسهل ويكرم. انا بشكرك جدا يا استاذ عيسى، والف الف مبروك. احنا بنهنئ حضرتك يعني ممثلا للشعب السعودي، كل ما تشوف حد سعودي يقول له ان كل المصريين بيقولوا لك الف مبروك.